Hi, it's my great pleasure to welcome you into this brand new chess training course, Calculate Till Mate. I'm Grandmaster and Chess Coach Igor Smirnov. سأريكم وسأشرح لكم كل ما تحتاج معرفته بالنسبة لتكتيك الشطرنج، والأكثر أهمية كيف تتعرف عليه، كيف تحسب بطريقة صحيحة، كيف تتخيل، وأشياء كثيرة فيما بينهم. في درسنا الأول سأريك الفكرة العامة وراء تكتيكات الشطرنج. سنحلل لماذا معظم اللاعبين الهواة والناشئين يعانون ويقضون أوقات صعبة في تطبيق معلوماتهم في التكتيك، وبالطبع كيف يمكننا إصلاح هذا الوضع. سأشرح لك الجزء الخاص بلماذا، وهذا سيسمح لك بفهم أفضل. وأكثر من ذلك سنطبق كل هذه القواعد في ظروف الوقت والدور الحقيقي. هذه ستحسن بصورة ملحوظة تكتيكك الشطرنجي وأيضا فهمك العام لدور الشطرنج. هذه معلومات أساسية جدا ولازمة لتقدمك، وأنا أنصح بشدة أن تدرسها بطريقة جادة. تسلح بخلفية واضحة، فإنها ستجعلك تفهم فعلا كل هذه القواعد والأفكار في هذا البرنامج، مما سيجعلهم أسهل في الفهم والتطبيق أثناء أدوارك. اسمح لي بإعطائك ملاحظة إضافية أخرى. ربما تكون قد درست بعض برامج السابقة من قبل، وأرجو أن تكون قد درست أحد برامج الرئيسية بعنوان أسرار الجراند ماستر، وكذلك برنامج الفهم الموقفي للجراند ماستر. تلك البرامج تعرض هذه المعلومات الأساسية للشطرنج التي تحتاجها لبناء فهم صلب وعميق، وهذا ضروري قبل أن ننتقل إلى أي مواضيع أخرى. سأعطيك هنا موجز للمبادئ الأساسية للشطرنج، ولكن مع ذلك فإني أنصح بشدة أن تراجع ما ذكرته من برامج لتوضيحات مفصلة وأكثر عمقا لهذه المبادئ. نعود إلى محتويات هذا البرنامج. سأوضح لك التقنيات المتقدمة للحسابات والتي تستخدم على مستوى جراند ماستر. أنا متأكد أن لديك تقنياتك الخاصة بالحسابات، سوف نحسنهم ونوصلك إلى مستويات متقدمة. حسنا، هيا نستمر في الحديث عن تكتيك الشطرنج. أنا متأكد أنك قرأت بعض الكتب عن هذا، وأنك أديت آلاف من تدريبات التكتيك، لكن هذه المعرفة للأدوات القياسية وأشكال التكتيك لن تقدم مساعدة كثيرة في تحسين نتائجك. إن كنت تظن بالعكس، اسأل نفسك سؤال بسيط: كم مرة استعملت هذه التكوينات في أدوارك؟ وإذا لم تكن طبقتهم غالبا، فما هي القيمة الحقيقية لمعلوماتك؟ إذا لم تكن تستطيع تطبيقهم في الدور العملي والفوز في أدوارك بهم. إليك مثالا، أنا متأكد أنك تعرف العناصر التكتيكية: الخداع والتحويل. كم مرة استخدمت تلك العناصر على طوال مسيرتك الشطرنجية؟ أعتقد أنه ليس كثيرا. لذلك كيف بعد تدريبات مهاراتك التكتيكية خلال التطبيقات والتدريبات يوما بعد يوم، ما زلت لا تستطيع وضعهم وتطبيقهم في دورك العملي؟ لكي تجيب على هذا السؤال، هيا نلقي نظرة على ما الذي تقدمه لك كتب الشطرنج والتدريبات والمواد التدريبية الأخرى. إنهم عادة يقدمون أطنان من القواعد، وبعد ذلك يذكرونك: اذهب وتدرب عليهم بانتظام. أكثرهم يفترضون أنك ستذهب بهم إلى أعماق ذاكرتك القوية وتستخدمهم كلما حانت الفرصة. هذا يبدو جيدا، لكن هذا ببساطة لن يصلح. لا يوجد شخص يستطيع أن يحتفظ في عقله بمئة قاعدة ويتبعهم بانتظام، بل على العكس، هذا سيصيبك بالارتباك والتشويش. نظامي مختلف، ودعني أشير إليه بسرعة. أولا، أنك لن تستطيع تذكر أطنان من القواعد الغير مترابطة، ولكنك تستطيع تبني نظام. ثانيا، نحن لسنا كمبيوتر ولا نستطيع تذكر الأشياء بطريقة ميكانيكية، ولكن لدينا ميزة واحدة: نحن نستطيع فهم التسلسل المنطقي للعملية. عندما تضع هذا في عقلك،
فبدلا من محاولة تذكر القواعد، فإنه بالتأكيد أفضل كثيرا أن يكون لك نظام منطقي وتفهم كيف يسير دور الشطرنج. مواد هذا النظام مترابطة داخليا، وكل القواعد الأخرى هي نتيجة منطقية لمبادئ أساسية. هكذا فأنت لا تحتاج لكي تضع في ذهنك كل شيء، ولكن فقط المبادئ والقواعد الأولية. باستخدام تلك المبادئ الأساسية تستطيع بسهولة التعرف على كل القواعد الخاصة والمميزة، أو ما نسميه القواعد الثانوية عند الحاجة. بصفة عامة نظام معرفتك يبدو كهذا الرسم. هذا النظام طبيعي بالنسبة لعقل الإنسان، لقد تم دراسته نفسيا، وأستطيع أن أقول لك إن هذه هي الطريقة التي يعمل بها العقل بصورة طبيعية. وإذا كانت معرفتك الشطرنجية وتفكيرك يتبع هذه العملية الطبيعية، فسيكون باستطاعتك تطبيقها في الدور العملي بسهولة كبيرة. كملخص، هذا هو الشيء الأول الذي تحتاجه، إنك تحتاج نظام منطقي لفهم الشطرنج. هيا نتقدم للأمام. الشيء الثاني الذي يجب أن نركز عليه هو تطبيق هذا عمليا. عليك سؤال نفسك، كيف سأطبقه عمليا بالضبط؟ أي كيف سأطبقه في الدور الحقيقي؟ بقيامك بهذا سيكون لديك نظام فعال في التفكير أثناء دور الشطرنج. مثل هذا النظام يجب أن يكون شامل، يجب أن يساعدك في أي موقف شطرنج. العديد من اللاعبين لا يفهمون ذلك بصورة كاملة. على سبيل المثال، إنهم يحلون الألغاز الشطرنجية ويقومون بتدريبات التكوينات. هذا ينتج عدم توازن، وهم سينسون الاستراتيجية، وبعد ذلك يقررون اللحاق بالفهم الاستراتيجي وينسون التكتيك. إن هذا سيجعلهم يشعرون بعدم التوازن، وهذا سيجعل نتائجهم غير مستقرة ويسبب لهم الكثير من الإحباط. مرة أخرى، نظامك للتفكير يجب أن يكون شامل وأيضا بسيط. في الدور الحقيقي يتوفر لك دقائق قليلة لاتخاذ القرار، لذلك ليس لديك في الحقيقة الوقت الكافي للتفكير ومحاولة تذكر مئات القواعد التي حاولت تعلمها. عليك أن تتصرف، وهذا يتطلب أن يكون نظامك للتفكير تلقائي. إذن يجب أن يكون تفكيرك شامل وبسيط وتلقائي. إنك تحتاج للتدرب عليه باستمرار مقدما، حتى إنه عندما تجلس أمام الرقعة فليس عليك المعاناة ومحاولة تذكر ما عليك القيام به. وهذا يأتي بنا إلى الشيء الهام الثالث، إنك تحتاج إلى نظام تدريبي فعال لعملية التفكير. بتجميع تلك الأشياء فأنت تحتاج نظام منطقي للفهم لدور الشطرنج، نظام للتفكير والذي سيتيح لك استخدام فهمك في دورك للشطرنج، نظام للتدريب والذي سيجعل عملية التفكير تلقائية. إن أحد أسباب هذا البرنامج الحساب حتى المات هو تزويدك بكل هذه العناصر الثلاثة من تكتيك الشطرنج. هذا سيؤمن لك ليس فقط الحصول على مجموعة من المعلومات، ولكنك ستكون قادرا على وضعها موضع التطبيق عمليا، وبالطبع هذا سيحسن نتائجك مباشرة بعد دراسة هذا البرنامج. سنتعلم في هذا البرنامج التقنية المتقدمة للحساب. قد تكون موافقا على وضع يدك على هذه القواعد فورا. بعد قليل سنغوص بعمق في داخلهم، ولكن كل هذه القواعد ستكون بلا فائدة، بل ستتسبب فقط في إرباكك إذا لم يكن لك خلفية وفهم عميق. إنك تحتاج إلى أساس صلب. مرة أخرى أنصحك بشدة بأخذ هذا الدرس الأول بكل جدية. والآن وصلنا إلى أكثر الأشياء أهمية في الشطرنج. الخطوة الأولى في خطتنا هي الحصول على نظام منطقي للفهم، والذي يجب أن يشرح ما هو الغرض من تكتيك الشطرنج. هيا نبدأ من البداية. كيف يفوز أحد اللاعبين في الشطرنج؟ إنك تحتاج أن تدمر قوات الخصم، تأخذ بيادقه وقطعه، وتعطي مات لملكه.
قد تجادل وتقول إنه يكفي فقط إعطاء مات الملك. حسن، هذا صحيح نظريا، الملك هو أكثر القطع السمينة في الشطرنج، لكن عمليا ملك الخصم محاط بقواته، ولذلك سيكون عليك على أي حال تدمير قواته أولا. سؤالي التالي، كيف ندمر قوات الخصم؟ الإجابة بطريقة مباشرة، نحتاج للهجوم وأخذ قطع الخصم. مرة أخرى، في الحقيقة القيام بذلك ليس بهذه البساطة، لأن خصمك سيواجهك بدفاعاته ليصد مهاجميك. على سبيل المثال، هيا نلقي نظرة على هذا الموقف البسيط. الأبيض يريد أخذ بيضك E5، ولكن مدافع الأسود يعادل هذا الهجوم ويدافع عن البيضك، ولذلك الأبيض لا يستطيع التقدم في هذا الموقف. ولكن إذا لعب G4 فإنه الآن لديه مهاجمان أمام مدافع وحيد، ولذلك الأبيض حاليا يهدد بأخذ بيضك E5. نستطيع استنتاج إنه لكي نصل لهدفنا فإننا نحتاج لأخذ تفوق في المهاجمين والحصول على نشاط أكبر. كيف نحصل على مثل هذا التفوق؟ يحدث هذا بسهولة إذا كان لديك قطع أكثر، أي إنك متقدم في المادة. ولكن في الموقف الابتدائي كلا اللاعبين لديهما نفس القوات، لكن نحن نستطيع الحصول على مثل هذا التفوق بوضع قواتنا في مواقع أفضل، وهذا سيعطيك تفوق ملحوظ في مكان معين على الرقعة حيث نريد الهجوم. هيا نرى هذا الشكل. هذا مجرد شكل تخيلي، ولكنه يوضح فكرتي. على الرغم من أن كلا اللاعبين لديهما نفس العدد من القطع ومن البيادق، إلا أن الأسود لا يستطيع منع المات على F7. قطع الأسود غير نشطة ومواقعها سيئة، والأبيض لديه تفوق حاسم في النشاط، والأسود لا يستطيع الدفاع ومنع المات. بصفة عامة هناك عاملين سيعطيانك الموقف الأكثر نشاطا، التفوق المادي أي كمية قطع أكبر، ومواقع أفضل لهذه القطع. لكي نجعل الأشياء بسيطة، هيا نطلق على العامل الأول لفظ المادة، ونطلق على العامل الثاني لفظ نشاط، وهذا سيكون هدفنا الاستراتيجي في الشطرنج بصفة عامة. إنك تحتاج إلى أخذ تفوق في النشاط، ثم تستخدمه لأخذ مادة من الخصم، ثم إعطاء مات لملكه. وهناك العديد من مبادئ الاستراتيجية التي ستساعدك للحصول على هذا التفوق في النشاط، ولقد شرحت هذه المبادئ في برامج السابقة التي أرجو أن تكون قد تعرفت عليها. الاستراتيجية في مبادئها الأساسية تعطيك هدفا واتجاه عام لكي تحققه. عمليا هناك العديد من الطرق الواضحة لتحقيق هذا الهدف، إنك تحتاج إلى أن تجدهم مباشرة وبأكثر الطرق الفعالة، والتكتيك يتحمل مسؤولية في ذلك. التكتيك هو من أجل إيجاد أفضل طريقة لتحقيق هدفك النهائي، وفي بعض الأحيان نستطيع اكتشاف أفضل الطرق باستخدام التفكير المنطقي. هيا نرى هذا الموقف. على سبيل المثال، في هذا الموقف الأبيض لديه العديد من الطرق لتعبئة قواته، ولكننا نعلم أن النقلة نايت F3 هي الأفضل، لأنها تتبع مبدأ الهجوم وأقصى نشاط، وهذا ما شرحناه في برنامجي الفهم الموقفي لجراند ماسترز. إذن في هذا المثال البسيط فإن فهمنا العام للشطرنج يساعدنا بكل وضوح، ولكن دعنا لا ننسى خصمنا، فهو سيحاول إيقاف خطتنا ويجعل خطته الخاصة تنجح، لذلك نحن نحتاج دائما لمراقبة أفكار خصمنا.
بينما نناضل بكل قوة من أجل تحقيق خطتنا. في هذا الموقف يستطيع الأبيض أخذ أحد بيادق الأسود والنقلتين FE أو EG منطقيتين طالما هما يتبعان مبدأ المادة، ولكن النقلة FE خاطئة لأن الأسود لديه الرد Queen H4 check ويفوز. هيا نلقي نظرة على الرسم العام مرة أخرى. الاستراتيجية تعطينا هدفا عاما وهو تدمير قوات الخصم باستخدام نشاطنا الأكبر. التكتيك يساعدنا لكي نكتشف أفضل الطرق لتحقيق هذا الهدف. اكتشاف الطريقة الأفضل يصبح أكثر صعوبة، خاصة عندما نواجه خصما يستطيع بالفعل منعنا عن تنفيذ خطتنا. نحن نريد أن نركز على خطتنا فقط، ولكن هذا ليس باستطاعتنا، ويجب أن لا نتجاهل خطط الخصم الخاصة. خصمنا سيبذل أفضل ما لديه لتحقيق خطته أيضا، وسوف يناضل بقوة لزيادة نشاطه، وعند نقطة معينة خططنا سوف تتصادم وسيكون هناك احتكاك بين القطع. وهنا لا يجب أن نركز فقط على خطتنا العامة بعد الآن، بل علينا أن نضع في اعتبارنا أفكار الخصم مع أفكارنا ونحسب التفريعات. في الختام، التكتيك يساعدنا في إيجاد أفضل الطرق لتحقيق هدفنا العام، وهذا يصبح هاما بصفة خاصة عندما يحدث احتكاك بين قطعك وقطع الخصم. مثل هذا الاحتكاك يحدث عندما يهاجم أحد اللاعبين الآخر، ولذلك التكتيك هام جدا خاصة في الهجوم. هناك قواعد مشابهة أخرى، إنها تنص على أن اللعب الموقفي هدفه تحسين موقفنا، بينما التكتيك هدفه تدمير موقف الخصم، وهذا صحيح 100%، فهو منطقي جدا. إن هدفنا العام هو الحصول على تفوق في النشاط، لذلك علينا تنشيط قواتنا مع إحباط قوات الخصم. لكي ننشط قواتنا نحتاج إلى وضعهم في مواقع أفضل، وهذا يسمى اللعب الموقفي، بينما عدم تنشيط قوات الخصم سيكون أكثر صعوبة لأنه بالتأكيد سيقاوم تقدمك، ولذلك علينا إجبار الخصم على التراجع. نحن نحتاج أن نهاجمه. إن الهجوم ينتج عنه احتكاك بين القوات، وعندما يحدث مثل هذا الاحتكاك يصبح التكتيك في أعلى أهمية. لذلك قد نوافق على القاعدة أن اللعب الموقفي يحسن موقفنا، بينما التكتيك يحطم موقف الخصم. هيا نقوم أيضا بملاحظة هامة أخرى. عادة لاعبي الشطرنج يفكرون في أن التكتيك هو خاص بالتكوينات أو التضحيات. هذا غير صحيح، إنما التكتيك هو إيجاد الطريقة الأفضل للوصول إلى الهدف. تحليل الطرق المختلفة يسمى حسابات في الشطرنج، لذلك التكتيك يعني بصفة أساسية الحساب. عندما نحسب التفريعات الإجبارية المختلفة ونرى خط يحتوي على تضحية يليها مناورة ملائمة أو مميزة، هذا ما نسميه تكوينة. لذلك التكوينة هي مجرد جزء من الحساب، وليس هناك أي شيء غريب في هذا في الحقيقة. إذا فهمت هذا كل شيء سيصبح أكثر بساطة بالنسبة لك. حسنا، قد لا ترى أي فائدة عملية من هذه العموميات حاليا، ولكن على الرغم من ذلك أؤكد لك أنها شيء في منتهى الأهمية. في الدروس القادمة سأريك أوضح وأهم قواعد الشطرنج على الإطلاق. كل هذه القواعد هي مجرد نتيجة منطقية فقط لهذه العموميات، لذلك أنت تحتاج للفهم العميق لهذا الدرس الأول، وبعد ذلك ستجد بسهولة أنك تهضم المعلومات المستقبلية كلها. حسنا، هيا نقوم باستنتاج.
لكي تلعب الشطرنج جيدا تحتاج لثلاثة أشياء: نظام منطقي للفهم لدور الشطرنج، نظام للتفكير يسمح لك بتطبيق فهمك للشطرنج بصورة صحيحة، نظام للتدريب والذي يجعل عملية التفكير تلقائية. في هذا الدرس الأول تكلمنا عن النظام المنطقي للفهم. نحن نعرف الآن أن الاستراتيجية تمنحك هدف عام، وهو أن تكافح من أجل النشاط، وبعد ذلك تستخدم نشاطك الأكبر في تدمير قوات خصمك. التكتيك هو إيجاد أفضل الطرق للوصول لتحقيق هذا الهدف. في بعض الأحيان قد تجد أفضل طريق من خلال التفكير المنطقي، ولكن غالبا هذا مستحيل، لأن خصمك أيضا سيحاول إحباط هذه العملية. ولذلك يصبح التكتيك في منتهى الأهمية عندما يحدث احتكاك بين القوات. بصفة عامة مثل هذه المواقف تحدث الهجوم عندما تحاول تحطيم موقف خصمك. التكتيك بشكل عام يعني حساب التفريعات. في الدرس الثاني سنحلل هذه الحسابات بتفصيل أكبر، وسأنتظرك هناك.